يقولون السلام عليكم. أغرب مطارات العالم وأخطرها. في بعض المطارات بنيت بطريقة غريبة جدا، ويقولون منها مطار كورشوفيل الدولي في فرنسا هو أحد المطارات الخطيرة، لأنه يقع في منطقة للتزلج على الجليد في منطقة جبال الألب. ويقولون أن مدرج المطار قصير جدا، إذ يبلغ طوله إلى 5.5 أمتار تقريبا. ويقولون بعد أن المدرج تتوسطه تلة، وهي اللي مخلي الموضوع أكثر تعقيدا. واللي معقده بعد أنك ما تقدر تطير ولا توصل للمطار إلا لازم تطير له من جبال الألب. ويقولون المطار كان سايد دولي موجود على البحر، فنظرا لشح الأراضي في اليابان جو اليابانيين وبنوا المطار في البحر، إذ يبلغ طوله إلى 4.5 كيلوات وعرضه 2.5 كيلو. ويقولون بعد من أكثر المطارات تعقيدا في الهبوط فهو مطار ماديرا في البرتغال، إذ يرجع السبب لكون المطار قصير جدا، وغير كذا فهو محاط بجبال عالية من جهة والمحيط من جهة ثانية. أما مطار كانساي اللي يعتبر مكانه غريب وفريد، يقع في خليج مدينة أوساكا الواقع على جزيرة كانساي الاصطناعية. إيه لا تستغرب أنها اصطناعية، لأن المهندسين صمموها فوق جزيرة اصطناعية، لكن تقلبات البحر والتقلبات الجوية تشكل خطر وتهديد للمطار، فيضطر المهندسين لرفع قواعد المطار بروافع هيدروليكية ترفع المطار وتحميه من الغرق. أما مطار جبل طارق تهبط الطائرات وتسير بنفس الشوارع جنب السيارات بحكم صغر مساحة الإقلاع والهبوط في المطار، واللي يضطرهم لاستغلال الشوارع في الهبوط والإقلاع. عاد تخيلوا شلون بتصير الزحمة في الشوارع، سيارات وطيارات. يقولون